الشعب يريد. يبدأ محمد زاويته بالقول: أتمنى ألا تتحول الساحة إلى سجال ومزايدات بين الحكومة والمعارضة في هذا الظرف الوطني الدقيق، فالأزمة الحالية تقتضي الاصطفاف في محراب الوطن من قبل الجميع بعيدا عن فش الغبينة وخراب المدينة. يزيد الكاتب: القضية أكبر من شراء الوقت وتدوير لعبة الكراسي ونصب ماراثون التسابق نحو تنفيذ الأجندة السياسية بقانون مع أو ضد على طريقة هلال مريخ. يتابع محمد على الحكومة التي ما زال الشعب السوداني يمنحها الفرصة تلو الأخرى اتخاذ تدابير عاجلة أو تدابير عاجلة للتعامل مع الضائقة الاقتصادية وإنهاء معاناة المواطن بجراحات عميقة لا حلول ووعود فطيرة مهما كلف الأمر. ويضيف: لا بد من توفير الحياة الكريمة للمواطن بإجراءات عاجلة وحقيقية تنهي صفوف الخبز والوقود وتدهور العملة الوطنية وتوفر السيولة والخبز، وهذا ما يريده الشعب بجانب الحرية والعدالة والحكم الرشيد وتحقيق الحل السياسي وإنهاء الفساد الذي اعترفت به الدولة. يزيد عبد القادر: الحكومة مطالبة بإنهاء أسباب التظاهر للتعويل على فشل دعوات المعارضة للخروج إلى الشارع، فالحقيقة مثل ما تبدو لي أن الشعب السوداني تجاوز الحاكمين والمعارضين في نظرته وتقييمه للأشياء وبات يعرف مصلحته جيدا. يختتم عبد القادر زاويته بالقول: المواطن يعلم أن جل المعارضين يفاوضون الحكومة سرا وعلانية للمشاركة في الحكم، وأنهم ليسوا على قلب رجل واحد في التعامل مع المؤتمر الوطني وخيار التغيير. وفي ظل هذه التقاطعات يضيع كثير من الحقائق وتكثر اللافتات التي بات المواطن أكثر قدرة على فحصها جيدا، فاللهم لطفك ببلادنا وأهلنا.